السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ هذا المقطع الثاني جماعة الخير. هذا المقطع جايب لكم تجميعات بلاك فرايداي الموجودة على موقع نيو ايج، فما بيطول عليكم الفيديو اكثر من كذا. لكن قبل ما اخليكم على الفيديو، طبعا الاقيام هذه حقت البيسيات الموجودة اللي حطيت لكم اسعارها بدون قيمة الشحن. قيمة الشحن تقريبا من 200 ريال الى 400 ريال، فأنا أبحث لكم الروابط تاعت ونشوف نفسك كم. فما بيطول عليكم أكثر من كذا وأخليكم على الفيديو. طيب جماعة الخير، هذه التجميعات اللي عندنا 5 تجميعات، راح أبدأ بكم من الأرخص إلى الأغلى. طيب أول تجميع عندنا جماعة الخير اللي هي تتألف من اللي هو رايزن 3 الجيل الثاني اللي هو 2200G، معالج مش بطال، يتقارن تقريبا مع الاي 3 اذا ما خاب ظني. طبعا يجمعوه 8 جيجا رام دي ار 4 برضو مع 1 تيرا تخزين العادي، ما هو شو اسمه اس اس دي. يجمعوا الكيس هذا طبعا كامل، تجميع مركبه وجاهزه. يجمع الكيس هذا فيها انوار ار جي بي اعتقد في المراوح هذه، ويجي معه ماوس ويجي معه كيبورد. قيمة التجميع هذه بعد الخصم 1690 تقريبا زي قيمة بلايستيشن برو. الان 1690 تقريبا زود عليها من 200 الى 400 ريال، هذه قيمتها واصلة عندك الى باب البيت، يعني ما تعدى تقريبا 2000 ريال سعودي. فنجي للشيء اللي بعده اللي عندنا هنا، التجميع الثانية اللي هي برضو من معالجات رايزن، عندنا الجيل الخامس اللي هو الجيل رايزن 5 الجيل الثاني 2600، يعتبر معالج يتقارن تقريبا مع الاي 5 8400، يجمعوا رامات دي ار 4 8 جيجا رام. ما أدري ليش كل التجميعات تحطون 8 جيجا، فأعتقد أنه 8 جيجا تشغل لك جميع العاب، لكن إذا أنت بتحط 16 هذا شيء أوبشن لك. يجي مع الكيس هذا، يجي معه ماوس، يجي معه الكيبورد، لكن ما أدري ليش هي تطلع الصورة، لكن ما هو مشكلة. فيجي معه ماوس وكيبورد، وقيمة التجميعة 2250، زود عليها زي ما قلت، نزود عليها الحد الأقصى 400 ريال، طلعت 1600 قيمة التجميع. قيمتها حلوة تعتبر. طبعا كرت حقه يجي اللي هو الجي تي اكس اي 50، كرت مش بطال هذا. خلينا نشوف ايش الكرت حقه الجي معه، اللي هو الاي ام دي فيجا 8 هو الكرت حقه. معليش توي اشوفه الاي ام دي فيجا 8، ما اعرف عنه كثير والله، لكن شوف مقاطعه في اليوتيوب راح تشوف كم يعطيك فريم وكم قوته وايش مواصفاته بالضبط. خلصنا من التجميع برضو، هذه تقريبا طلع لك ب 2600، هذه واصلة إلى باب بيتك التجميع هذه زي ما قلنا. نجي التجميع اللي بعده، التجميع اللي بعده قيمته 2800 ريال. طبعا تجي اللي هي مخير أنت من الرايزن 5 ورايزن 7، لك حطيت رايزن 7 راح ترتفع قيمة أكيد، لكن اللي هو الرايزن 5 الجيل الثاني 2600، نفس المعالج اللي قبل في التجميع الأولى. يجي معه جي تي اكس 1060 اللي قبل، يجي معه 1050 تي اي، هنا 1060، ويجي برضه معه 8 جيجا دي دي ار 4 ومعه اس اس دي 120 جيجا. هذا ايش فرق عن التجميع اللي قبل؟ هذا فرق في الاس اس دي، فيه اللي هو يكون الجهاز سريع جدا، يشتغل الجهاز ممكن ب 10 ثواني من شغل تشغيل الجهاز. ويجي معه كرت 1060، هناك 1050. تقريبا هذه الفروقات اللي بينهم. وقيمة الجهاز هذا 2800، زاد عن الجهاز ذاك تقريبا 600. لكن بالنسبة لي أنا أفضل تأخذ التجميعة هذه، لأن الفروقات اللي فيها ما هي كثيرة، ما هي واجد، يعني تركبها أنت أحسن لك. طيب نجي اللي بعده عندنا، اللي هو هذا اللي عندنا هالمرة من انتل المعالج. طبعا قيمة التجميع هذه 3200، قل زي ما قلنا زود عليها 400 ريال كحد أقصى، ممكن تزود عليها 200 أو 150، ما أدري والله نسيت أسعار الشحن بالضبط، لكن هي ما تعدى بالكثير 400 ريال ما راح تعدها. لكن بشكل عام عنده في التجميع هذه جماعة الخير جاي معها انتل ايكور 7 الجيل الثامن 8700، يعتبر إلى الآن من أقوى المعالجات، يعني يعتبر الآن. يجمعوا 8
جيجا رام دي دي ار 4، ما ادري ليش كلهم يحطون 8 جيجا رام، لكن اعتقد هي كافيه بشكل عام للالعاب، لكن ممكن تزود اذا تبغى يعني. ويجي معاه 2 تيرا تخزين عادي، ويجي معاه واللي هو الكرت الموجود معاه اللي هو الاي ام دي 580 تقريبا، الاي ام دي 580 يتقارن مع الاي جي تي اكس 1060، تشوف مقاطع حقاته في فيديوهات ثانيه لو تبي تشوف مقارنه بينهم، لكن قريبات البعض جدا اسعارهم وقوتهم يعني حتى بكل شيء. ومخيرا بين اللون الابيض واللون الفضي للجهاز نفسه، يجي معاه كيبورد وماوس. حتى شركه اي باور، اي باي باور معروفه ترى بتجميع البي سيات. طبعا قيمه التجميع هذه من 2500 ل 2600 ريال مش بطاله كويسه، لكن التجميع اللي يبي تجميعه خرافيه، تجميعة العام اللي اعتبرها يعني ممتازة جدا جدا، التجميعة هذه، التجميعة هذه يا جماعة الخير حقت كل شيء عندك اعتبره ممتاز جدا يعني. جاي معه الاي كور 8 اي كور 7 الجيل الثامن 8700 بدون الكي العادي، يجي معه 16 جيجا رام دي دي ار 4 و2 تيرا تخزين عادي، ويجي معه اللي هو الار تي اكس 2070 ككارت شاشة. الارتكس 2070 زي ال 1070 يعني مقارنة، لكن جدا أفضل بشكل يعني جدا ممتاز يعني صراحة. طبعا يجي معه زي ما قلنا ماوس وكيبورد والكيس الجميل حقه هذا، وأعتقد فيها أنواع RGB إذا ما خاب ظني. طيب نشوف المواصفات، لكن المشكلة ما جاء معه SSD، هنا مشكلته الوحيدة، لكنه ما زال شيء خرافي صراحة. ويجي معه كل التجميعات هذه جوعة الخير معها ويندوز جاهز، أنت اللي عليك تشتري شاشة فقط، كل التجميعات هذه. طبعا قيمة التجميعة 4800 ريال، وزود عليها زي ما قلنا 400 ريال تطلع عليك تقريبا 5200-5300، واصلة عندك الباب البيت الأجدد تجميعة، أفضل يعني أفضل كرت شاشة تقريبا يعني افضل من 1080، يعني هو اقل من 2080، لكنه هو ال RTX 2070 اكثر من كافي للجيمرز بشكل يعني خرافي، يعني اتوقع انه يدعم الى 4K. انا ما ادري والله التفاصيل عنه لاني ما قرأت عنه بشكل يعني مطول، لكنه اعرف انه اقوى من 1080 واقوى من 1070. هذه هي تجميع جماعة الخير، التجميعات معليش موقع نيو ايج الجاهزة، وإذا تبون ننزل تجميعة أنا أجمعها لكم ما عندكم مشكلة. أشوف التجميعات هذه مش بطالة أبدا، لكن اللي مثلا زي ما قلت لكم اللي بيبغى يشتري تجميعة ويقول أنا شخص ما أضمن نفسي وشخص ما أعرف أحد يركب أو من الكلام ذا، وأبي تجميعة جديدة عالم البي سي ومتحمس، أنا أقول ياخذ التجميعة هذه وجدا بطلة. ما هذا التجميع بس اشتر اي مونيتور او اشتر لك اي شاشة اي شيء، شغل الجهاز وكيف يا حبيبي، 4-5 سنوات ولا راح تغير عليك الجهاز بإذن الله. لكن اللي يقول لي والله ايش تنصحنا بالتجميع كالمبتدئ والله انا توبادي، انا ما اقولك خذ هذه لا، انا اقولك هذا تقريبا افضل تجميع من ناحية سعر ومواصفات. يعني الرايزن اللي هو 2600 ترى جدا ممتاز، اللي الرايزن 5 2600 جدا ممتاز اعتبره. برضو عندكم التجميع هذه ما أنصح فيها أبداً لأنها تقريبا زي هذه لكن زيادة سعر. فبشكل عام أنا أقول لكم اللي مبتدئ على البي سي يأخذ التجميع هذه جدا ممتازة، وتشغل تقريبا معظم أو 99.99% من الألعاب. فقط اللي عليك اللي يشوفه ممكن تزوده اللي هو الرامات إلى 8 ممكن تخليها 16 وخلاص ما يحتاج تسوي أي شيء ثاني. والتجميع قلت لكم الأفضل تجميع بالنسبة لي اللي بيبغى تجميع قوية يأخذ التجميع هذه، وإن شاء الله أن تكفي 5 سنوات بإذن الله بدون لا تطوير بدون أي شيء. فما بيطول عليكم أكثر من كذا، كان معكم باسل من قناة إيزوكا، يعطيكم ألف عافية يا شباب على المشاهدة، لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب وشير، وآسف أني طولت عليكم تقريبا 10 دقائق على الفيديو فاعذرونا. فيعطيكم ألف عافية كل من وصل الفيديو لهذا الحد، انشر فيديو لأخوياك، انشر الناس اللي عندك، ممكن أحد يستفيد، ممكن أحد يبغى بي سي. وفي الفيديو الأول حقت البلاك فرايدي، عروض على بلاك فرايدي في أمازون ترى جدا ممتازة، الحقوا عليها باقي عليها يومين أو اليوم أو بكرة وتخلص العروض. فإلى هنا جماعة الخير، كان معكم باسل، السلام عليكم.